خليفة بن عبد الله بن محمد بن منينة الشامسي مع مقدمة الأسماء بدوري. أنتقل إلى المركز هناك الثاني اللي بدأ يشكل ضغط كبير منذر، وهذه المعركة الكبيرة عبيد بن مبارك بالحول الحارثي في المركز الآن الثاني، وفي المركز الثالث نجد مايد بن سالمين بن كردوس العامري. يا سلام، التحديات والإثارة كذلك من علال سعادة مطر بن حمد بن مطر بن عمير الشامس، هي الواصل والمتحدي بكل قوة. المركز الرابع والتحديات من منادي محمد بن عوض بن عتيج بن زيتون الباحث ايضا عن التحدي وعن الإثارة. الله 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 الله، قوة عظمى حاضرة ايضا من الزوايا الاخرى ومشاكسة بكل قوة، البحث عن الفوز. مناور بالضبيعة، خليفة بن سالم بالضبيعة الاكتبي الذي بدأ يناور هذه الإنارة الواضحة على الأسماء المتقدمة وهذه الضغوط الكبيرة. الله الله الله، بينما هنالك شعار قوي بكل قوة، شعار بن نويصر، شعار عبيد بن علي بن نويصر المنصوري مع شاخص الانتصارات. يا سلام يا سلام يا سلام، بينما الوصول، بينما التحدي من سلام مرزوق بن سالم بن سالمين المنصوري المنصوري المنصوري، وكذلك الانضمام، وكذلك التحدي، وكذلك الإثارة من هذه الأسماء. مرموق سالمين بن محمد بن سالمين العامري 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 مع التحدي، العامري مع الإثارة. إلى وين الناموس يا إخواني؟ إلى وين وناصي وصل؟ محمد بن علي بن سعيد بن حمود الدرعي وصل بكل قوة، بحث عن الفوز، بحث، ضغوطات كبيرة وتحدي وإثارة وإثارة وقوة وانطلاق، مردف مردف مردف. مطر بن سالم بن شميل الراشدي الواصل، بن شميل يا بن شميل مع التحدي ومع الإثارة. الله 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 الله، وكذلك الشامي اللي يستاهل، الشامي اللي يستاهل الناموس، وهذا هو الشامي سعيد بن حمد بن عميرة الشامسي، اللي باحث اللي باحث اللي يبحث اللي يتحدى اللي يغير اللي هناك يحل. بينما مشغل عبيد بالحلوس، عبيد بالحلوس مالك الأسماء الكبيرة، هذا بالحلوس الذي يمتلك الكثير والكثير من السلالات والإنتاج، هو المعركة الشهيرة المعروفة بهذا الختم المتميز بالحلوس مع المركز العاشر، وحلق وغير وانتقل من مركز إلى مركز ما شاء الله، ودخول أيضا دخول، ولكن عودتنا إلى المراكز المتقدمة في هذه التغييرات السريعة. ما نلحق نذي اسم إلا ونرى شعار، إلا ونرى حلال، وهذه الخيرات المليونية بانتظار سعداء الحظ في الإنتاج وغيرها. الشامي الشامي سعيد بن عميره الشامسي مع الشامي اللي يستاهل، الشامي الكيلو المتر النهائي يا اخواني، كيلو ما بعده الا الناموس. لا تقولوا ما ذكرتونا بالمسافه، اللي بيفتح جهاز، اللي بيتكلم شوي، اللي بيجهز، اللي بيقدم، اللي بيأخر. الله الله، شوفوا هني، شوفوا التغيير، شوفوا هملول شاجع وشاجع شاجع يبرخجيم بن سالم المري مع هملول مع هملول مع هملول. يا سلامي عليك على هذه الانتقالة الرائعة والمميزة، ضيف من أبناء المملكة، ضيف من أبطال المملكة، والتغيير من الزاوية الأخرى، وهذا واحد على واحد، واحد على واحد واحد. امطفي امطفي الشامسي، خلف بسعيد بن مخيت، يا الله يا الله. وشعار ثاني هناك أيضا، شعار ثاني خطير مع المركز الآن الثاني، ولكن امطفي خلف بسعيد بن مخيت الشامسي مع المركز الأول، مع الصدارة والقوة، مع الناموس والتحدي. وكذلك هنالك هباشة راشد بن مبارك الجربوعي، يا الجربوعي يا بعدي، يا الجربوعي يا بعدي. وصل الواصلون، وصلت الأسماء، الذيب أحمد بن سالم بن سعيد الخيالي. إلى وين الناموس؟
ناموس يبدو أن مطفي ولكن الخطورة الذيب مع المركز الأول ويستاهل الزعفران. جددوا له الطاقة، جددوا له المادة، جددوا له على اللي كانت فيه. ما شاء الله هذا الفوز والناموس، هذا الذيب أحمد بن سالم بن سعيد الخيالي مع المركز الأول مع التحدي ومع الإثارة. والمركز الثاني المركز الثاني مطفي للسيد خلف بن سعيد بن مخيد الشامسي، وفي المركز الثالث الحضور المركز الثالث حباش للسيد راشد بن مبارك بن حمد الجربوعي المري الشامي. سعيد بن حمد بن عمير الشامسي في المركز الرابع، وفي المركز الخامس كان حضور لهملول شايع بن خقيم بن سالم المري. تهانينا والناموس، الفوز والتحدي والإثارة، والإثارة حاضرة مع هذا الذيب البطل المغوار أحمد بن سالم بن سعيد الخيالي. تهانينا والناموس على هذا الفوز والتوقيت الزمني الذي رافق في هذه الرحلة الفائزة. 5:57 من الثواني ما شاء الله. تهانينا والناموس مطفي خلف بن سعيد بن مخيد الشامسي، والتوقيت الزمني مع المركز الثاني. هذه لحظات الوصول يا مخرجنا للمركز الثاني، 5:57 من الثواني. تهانينا والناموس. المركز الثالث القوة والتحديات الكبيرة هو التوقيت الزمني معك يا أخوي راشد، 5:57.7 من الثواني التوقيت لمالكي حباش، والتهنئة الكبيرة السيد راشد بن مبارك بن حمد الجربوعي المري على الفوز بالمركز الثالث. أكد تواصلنا مستمر مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، شوطنا